مدينة تلبيسي 18/10/2012 أحد المنازل، وهو منزل الملازم المنشق لبيب الضيخ الذي استشهد في معركة معمل الزيت، تم استهدافه من قوات النظام الغاشمي بشتى قذائف المدفعية والقذائف الثقيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. استهداف المنازل المأهولة للسكان، هذا جزء من الدمار الذي حل بهذا المنزل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة تلبيسي 18/10/2012 منزل الشهيد بطل الملازم لبيب الضيخ.